السلام عليكم. طالبة نور الهدى حسن دياب. تقرير بعنوان الRARB DHCP BOOTP Protocol Introduction. The Bootstrap Protocol الاختصار الخاص به BOOTP. بنفس الوقت نقدر نلوبه BOOTP. هو بروتوكول شبكة الكمبيوتر، يستخدم في شبكات بروتوكول الانترنت لتعيين عنوان IP تلقائي لأجهزة الشبكة في خادم التكوين. عندما يتم تشغيل جهاز الكمبيوتر المتصل بشبكة وتشغيل نظام التشغيل الخاص به، يقوم برنامج النظام ببث رسائل البوتستراب على الشبكة لطلب عنوان IP. يقوم خادم البوتستراب بتعيين عنوان IP بناء على طلب مجموعة من العناوين التي يتم تكوينها بواسطة المسؤول، ويتم تنفيذ البوتستراب باستخدام بروتوكول مخطط البيانات المستخدم UDP كبروتوكول نقل، ويتم استخدام المنفذ رقم 67 من قبل الخادم DHCP لتلقي استخدام طلبات العميل، ورقم المنفذ 68 من قبل العميل لتلقي استجابات الخادم DHCP. ويعمل بوتستراب فقط على شبكات IP4. يستخدم البوتستراب في المحطات التي تعمل بدون أقراص تشبه اليونكس للحصول على موقع الشبكة لصورة التمهيد الخاصة بها، بالإضافة إلى تعيين عنوان IP استخدمته شركات الطرح تثبيت عميل تم تكوينها مسبقا على سبيل المثال على أجهزة الكمبيوتر المثبتة حديثا ويندوز. مما يتطلب في الأصل استخدام قرص مرن للتمهيد لإنشاء اتصال الشبكة الأولي، وقام المصنعون بعض بطاقات الشبكات لاحقا بتضمين البروتوكول في بايوس الخاص ببطاقات الواجهة، وكذلك لوحات النظام المزودة بمحاولات شبكة داخلية، مما يسمح بتشغيل الشبكة بشكل مباشر. في حين تم استبدال بعض أجزاء البوتستراب بشكل فعال في بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف DHCP، والذي يضيف ميزة عقود الإيجار، وأجزاء من البوتستراب تستخدم لتقديم خدمة لبروتوكول DHCP وتوفير خوادم DHCP أيضا. وظيفة البوتستراب القديمة The Reverse Address Resolution Protocol IRARB بروتوكول تحليل العناوين العكسية. هو بروتوكول شبكة كمبيوتر قديم، يستخدم جهاز كمبيوتر عميل لطلب عنوان بروتوكول الانترنت IP4 الخاص به من شبكة الكمبيوتر. عندما يكون كل ما هو متاح هو طبقة الارتباط أو عنوان الجهاز مثل عنوان MAC، يقوم العميل ببث الطلب ولا يحتاج إلى معرفة مسبقة بطبيولوجية الشبكة أو هويات الخوادم القادرة على تلبية طلبه. لقد أصبح قديما بواسطة بروتوكول البوتستراب وبروتوكول التكوين الديناميكي الحديث، اللذان يدعمان ميزات أكبر بكثير من الRARP. يطلب الRARP مضيف خادم واحد أو أكثر للحفاظ على قاعدة بيانات وتعيينات الارتباطات وتعيين الارتباط العناوين والبروتوكول الخاصة بهم، ويجب تكوين عناوين التحكم في الوصول إلى الوسائط MAC بشكل مفردي على الخوادم بواسطة المسؤول. ويقتصر الRARP على خدمة عناوين IP فقط، ويختلف الARP العكسي عن بروتوكول حل العناوين المعكوس NARP والذي تم تصميمه للحصول على عنوان IP المرتبط بمعرف اتصال وارتباط بيانات الترحيل، ولا يستخدم الـ NARP في الإثرنت. The Dynamic Host Configuration Protocol اللي هو DHCP بروتوكول التكوين الديناميكي، هو بروتوكول إدارة شبكة يستخدم على شبكات بروتوكول الإنترنت، حيث يقوم خادم DHCP بتعيين عنوان IP ومعلمات تكوين الشبكة الأخرى ديناميكيا لكل جهاز على الشبكة حتى تمكنوا من الاتصال بشبكة IP الأخرى. ويمكن خادم DHCP أجهزة الكمبيوتر من طلب عنوان IP ومعلمات الشبكة تلقائيا من وفر خدمة الانترنت ISP، مما يقلل من الحاجة إلى مسؤول الشبكة أو مستخدم تعيين عناوين IP يدويا لجميع أجهزة الشبكة. في حال عدم وجود خادم DHCP بيلزم تعيين عنوان IP يدويا لجهاز الكمبيوتر أو أي جهاز
آخر أو أي جهاز آخر على الشبكة أو تخصيص عنوان API لنفسه، ولن يتمكن هذا الأخير من الاتصال خارج الشبكة الفرعية المحلية. يمكن تنفيذ DHCP على شبكات تتراوح في الحجم من الشبكات المنزلية إلى شبكات الحرم الجامعي وشبكات مزودي خدمة الإنترنت الإقليمية. Configuration Techniques. التكوين اليدوي غير مقبول. التكوين اليدوي غير مقبول لشبكة الأجهزة، وإحدى الأسباب المهمة التي جعلتها نفترض انخفاض بعض الأجهزة وعدم وجود واجهة مستخدم. تتطلب عملية التكوين بعد ذلك تعديل مفتاح DIP أو توصيل طرف بمنفذ تسلسلي لإدخال معلمات التكوين الأساسي. هناك ثلاث افتراضيات متبقية: التكوين المسبق اليدوي، والتكوين التلقائي للعميل Manual Peer Configuration. هو التكوين المسبق اليدوي تتمثل إحدى الطرق الجانبية لتعيين معلمات تكوين IP دون مطالبة فنية في القدوم إلى مكان نشر الجهاز بتكوين المضيف في موقع مركزي قبل النشر الفعلي. على سبيل المثال، يتم استخدام هذه التقنية من قبل Be@Home لتهيئة الأجهزة المنزلية مسبقا، وعندما يصل الجهاز إلى موقعه النهائي يتم بالفعل تعيين معلمات IP إليه، ويمكن الوصول إليه عن بعد من خلال TCP/IP. وعيوب هذه الطريقة هي إنها غير قابلة للتطبيق على الشبكات الديناميكية. Static IP Address Assignment Throat Bootstrap Automatic Client IP Configuration اللي هو تكوين IP تلقائي للعميل. في الحالة السابقة يعود كل جهاز مستودعا لإعدادات الشبكة الخاصة به، ويعمل التكوين التلقائي لعنوان IP للعميل على دمج جميع هذه الإعدادات الموزعة في كل جهاز في موقع مركزي. هذا الموقع المركزي مسؤول عن إعادة توزيع الإعدادات على الأجهزة في الشبكات في شبكة المؤسسة. عندنا static IP address assignment throat bootstrap or RARP server. يعد الـ RARP server أول طريقة تلقائية لاسترداد عناوين الـ IP تلقائيا في شبكات الإثرنت، وتوفر عنوان الـ MAC وفريد من نوعه. وهذه الطريقة التي يتم بها تحديد الأجهزة، ويوفر الخادم عنوان IP للمضيف المقدم الطلب عندما يتطابق عنوان الـ MAC لهذا المضيف مع إدخال في دليل الخادم. ويتم تنفيذ هذه الآلية أولا في خادم الـ RARP، ويكون سهل التنفيذ والاستخدام، فإن آلية التكوين هذه تمكنه من توفير عنوان IP فقط. يجب تكوين قناع البوابة والشبكة الفرعية بطريقة أخرى. البوتستراب هو تطوير لآلية الـ RARP، تضمن القدرة على تكوين قناع البوابة والشبكة الفرعية، كما أنه يلغي طلبات البث. علاوة على ذلك، يدعم البوتستراب الشبكات الواسعة الانتشار من خلال آلية بوتستراب أجنت المدعومة من جهاز التوجيه الخادم البوتستراب واحد، وواحد قادر على توفير عناوين الIP لعدة شبكات فرعية. آلية البوتستراب بسيطة. يرسل جهاز الIP مخطط بيانات UDP إلى خادم البوتستراب، ثم يرسل تسجيل الخوادم بمعلمات التكوين المناسبة التي يحتاجها الجهاز. تتمثل ميزة البوتستراب إلى جانب بساطته في أنه يمكن أن يتضمن بعض الملحقات المحددة للبائع والاستخدام النموذجي، لذلك هو توفير بعض معلومات تكوين الوكيل. الدايناميك IP address assignment with DHCP service. يعد بروتوكول التكوين الديناميكي المضيف الـ DHCP مجموعة شاملة لبروتوكول البوتستراب، وتتمثل الفائدة الرئيسية للـ DHCP عبر البوتستراب في أن عناوين الـ IP لديها إمكانية التأجير التي يمكن من خلالها إدارة دورة حياة عنوان IP بطبيعتها. علاوة على ذلك، يمكن تعيين عناوين الـ IP ديناميكيا للأجهزة ومعالجتها بواسطة مساعدي البروتوكول اللي هو المستخدم والخادم، وبالتالي يجب على المسؤول فقط تعيين نطاق من العناوين المسموح بها جميع أجهزة الIP، ثم يختار خادم DHCP العناوين في النطاق ويعينها ديناميكيا للأجهزة الطالبة، وتتبع حزم طلب DHCP وحزم الاستجابة نفس تنسيق البوتستراب مع بعض ملحقات DHCP المحددة. وفي السلبيات، هو أنه لا توجد طريقة لتحديد العنوان التي يلتقطه الجهاز معين عن بعد، وهذا يجعل بعض المهمات صعبة في نهاية المطاف مثل التهيئة الآلية للطابعات.
هسه عندنا DHCP كمستودع لبيانات التكوين، يمكن استخدام خادم DHCP كمخزن لبعض خيارات تكون شبكة تم تكوين الشبكة، وتم إضافة الكثير من ملحقات DHCP ويتم استخدامها لتخزين DNS البوابة معلومات الشبكة الفرعية وغيرها. DNS كمستودع لخدمات رسم الخرائط للمضيفين، بمجرد تحديد موقع DNS يمكن استخدامه أيضا للحصول على بيانات التكوين. Auto Configuration in Natural Environment التكوين التلقائي في بيئة محايدة. تصنف الأقسام السابقة الآليات التي قد تساعد في تحقيق التكوين التلقائي للأجهزة. في هذه المرحلة تكون عملية التكوين عامة للشبكة بدلا من كونها محلية لكل جهاز. لسوء الحظ تعتمد هذه الآليات على عمليات البنية التحتية والتي يجب تكوينها أيضا، ولا تزال مهام الإدارة والتكوين هذه باهظة الثمن وثقيلة. Automatic Private ID Assignment التعيين التلقائي الخاص للـ IP. تصنف الامتدادات لبروتوكول DHCP القياسية طرقا جديدة للحصول على IP حتى في حالة عدم تدفر خادم. وتعرف هذه الآليات باسم AutoNet أو Auto IP Configuration أو IP Auto Configuration أو Automatic Private IP Addressing من قبل مايكروسوفت بشكل رسمي، ويشار إليها باسم التكوين الديناميكي لعنوان الارتباط التكوين الديناميكي لعنوان الارتباط IP4 المحلي Dynamic Configuration of Local IP4 Link Address. باستخدام الأوتو IP يمكن لعملاء DHCP الحصول تلقائياً على عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية عندما لا يكون خادم DHCP متاحاً، وعندما يقوم العميل DHCP بالتمهيد فإنه يبحث عن خادم DHCP للحصول على عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وأخرى ممكنة وعنوان قناع الشبكة الفرعية، وممكن تكوين خيارات DHCP على الخادم. إذا كان العميل غير قادر على الحصول على إيجار من خادم DHCP يستخدم العميل Auto IP ويقوم تلقائيا بتكوين نفسه بعنوان IP من نطاق عناوين IP محجوز بهذا الرقم إلى هذا الرقم نطاق يكون. قامت هيئة أرقام الإنترنت المخصصة IANA بحجز هذا النطاق لعناوين الاي بي الخاص، لذلك لا يمكن لاي شخص استخدامه على الانترنت. ويقوم العميل ايضا بتكوين نفسه باستخدام قناع الشبكة الفرعية للفئة بي الافتراضية. مستخدم العميل عنوان اي بي تم تكوينه ذاتيا حتى يتوفر خادم دي اس سي بي. Auto IP مخصص للبيئات الصغيرة الغير موجهة، ويستخدم Auto IP ARP لحل تعارضات عناوين IP المحتملة. عند تشغيل عميل Auto IP فإنه يختار عشوائيا عنوان IP في نطاق هذا الرقم لتجنب التكرار على الشبكة، ويرسل الـ ARP غير مبرر للتأكيد من عدم اختيار عملاء آخرين العنوان. نطاق عنوان الـ ARP هذا غير قادر للتوجه للوصول إلى الإنترنت في مثل هذه الشبكة، ويلزم ترجمة عنوان الشبكة بدائل الـ Auto IP. Stealing an IP address سرقة عنوان الـ IP. تشبه هذه الطريقة التقنية التي يستخدمها المتسللون للدخول إلى شبكة خاصة، وهو يتألف من الاستماع إلى الشبكة والحصول على الحد الأقصى من المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة، عنوان الآي بي المجانية ومعلومات الوكيل والبوابة ومعلمات التوجيه. وتعتمد هذه الطريقة بشكل كبير على الطبقة المادية. تقوم شبكة الإثرنت غير مبدلة أي شبكة مركزية بتكرار جميع الحزم الواردة على جميع المنافذ. من الممكن جمع المعلومات عن الجار فقط من خلال الاستماع على الأسلاك على الشبكة غير محولة، ويتم نسخ البيانات فقط على منفذ الوجهة، ويستمع المستمع فقط لحركة البث والبث المتعدد، وهذا لا يكفي لاسترداد المعلومات حول قناع الشبكة الفرعية. عنوان الـ IPAD المجانية. علاوة على ذلك لا يمكن إصدار الحزم على هذا السلك دون الحصول على عنوان IP أولا، وهذه طريقة مناسبة فقط لبيئات الإثرنت الغير مبدلة، ولكنها غير مناسبة لشبكة مبدلة مثل الـ ATM
الصراف الآلي المستخدم في عملية سحب الأموال عن طريق الماستر كارد، ومع ذلك يمكن أن تسمح استنشاق أسلاك الشبكة في الوضع المختلط لأجهزة الآي بي بتخليم بعض التكوينات مثل وكيل الويب والدي ان اس ومعلومات ولا يمكن استخدامها بأمان في الظروف الواقعية. Inverting the subnets. في بعض المخططات الموضحة أعلاه يحصل جهاز آي بي فقط على عنوان آي بي أثناء مرحلة التكوين لكي تتمكن من توجيه الحزم خارج الشبكة الفرعية، فإنها تحتاج إلى عنوان البوابة وقناع الشبكة الفرعية. لحل هذه المشكلة قمنا بتصميم خوارزمية تخمن الشبكة الفرعية دون أي معرفة مسبقة عن طريق تحديد عناوين البث المباشر والغير مباشر. هذه القوانين: البي سي 1 يساوي الآي بي أند سبنت أند سبنت ماسك، والبي سي 2 الآي بي أند سبنت ماسك أور نوت سبنت ماسك. السبنت ماسك هو قناع المرتبط بالشبكة الفرعية، ويتم التعبير عن كلاهما على هيئة 32 بت عدد صحيح بدون إشارة. نستخدم خصوصية بروتوكول الإنترنت الذي يفترض على جميع الأجهزة في الشبكة الفرعية معينة للرد على رسالة موجهة إلى عنوان بث شبكتها الفرعية وبشكل أكثر تحديدا. وعندما يتم إرسال طلب الـ ICPM إلى البي سي 1 أو البي سي 2 سيتلقى جهاز الإرسال حزمة صد من جميع حزمة صدى من جميع أجهزة الشبكة الفرعية بالنظر إلى جهاز بعنوان الآي بي، ومن الممكن اكتشاف الشبكة الفرعية باستخدام المساعد الإرشاد Service Location Protocol. سيرفيس لوكيشن بروتوكول بروتوكول موقع الخدمة. يتم تعريف بروتوكول موقع الخدمة تم تعريف موقع الخدمة وهي الآن معيار الـ IETF موثوق جدا على عكس المنافسين الآخرين، فإن الشيء الأكثر تميزا حول الـ SLP هو أنه مصمم للعمل في وضع الخادم أو في وضع النظير، وتتطلب الخدمة SLP تكون لبدء البحث عن خدمة أو الإعلان عن نفسه ضد الشبكة، ويجب أن تعلن كل خدمة SLP عن توفر الخاص عن توفيرها الخاص. من المفترض أن تكون جميع الخدمات معروفة جيدا من الآخرين، ولا توجد آلية لتبديل الملف الشخصي والطرق المتاحة. في حالة عدم توفر دليل الـ SLP يجب توفير طبقة الشبكة إمكانية الإرسال المتعدد. تم حجز عناوين IP القياسية ذات البث المتعدد نسبيا وتسجيلها في IANA، ومن المفترض أن تكون معروفة جيدا من جميع الخدمات المدركة لـ SLP. Configuration in volatile environment. التكوين في البيئات المتقلبة أو المتطايرة. البيئة المتقلبة أو البيئة المتطايرة هي شبكة محايدة يمكن للأجهزة الدخول إليها أو مغادرتها في أي وقت، وهذا يضيف قيود على شبكة الجهاز مقارنة بشبكة أكثر استقرارا. المتطلبات الإضافية الفورية هي يجب أن لا تعتمد البنية التحتية على جهاز مخصص ليكون فعالا، وهذا ما يسمى هنا بالبنية التحتية بدون خادم، ولا يجب وجود تباين في الأجهزة يضر بسلامة البيانات. يجب أن تكون كلفة البنية التحتية في حدها الأدنى على موارد البنية التحتية، وقد يظهر هذا الجانب على أنه ثانوي، ولكن من المحتمل أن تؤثر النفقات العامة الناتجة عن تحديث المعلومات الهيكلية على أداء النظام البيئي. بعض حلول الشبكات الحالية خاصة في البيئات المنزلية تقدم بالفعل خصائص مفيدة للشبكة المتقلبة أو المتطايرة، ولا يوجد خادم. بنية أساسية ليست قيد التشغيل دائما. الحد الأدنى من التكلفة على الأجهزة الصغيرة. Conclusion Future Work. لقد حددنا المشكلات الرئيسية التي تنشأ عندما تتصل أجهزة الـ IPv4 معا. لقد أشرنا إلى التقنيات المستخدمة في الشبكات التي لا يتم تقليصها لشبكات الأجهزة هذه، ولقد قدمنا مجموعة مختارة من الحلول القابلة للتطبيق، ومع ذلك لا يوجد حل من هذه الحلول القياسية الموجودة ولا يحل المشكلة ككل. ويعمل الأوتو آي بي على حل المشكلة الأساسية لإسناد عنوان الآي بي والشبكة الفرعية، لكن شبكات الأجهزة تتطلب خدمة بنية تحتية مخصصة لتحديث المعلمات الأخرى، البوابة، الوكيل، خادم البريد إلى آخره. نقترح التعامل مع خدمة البنية التحتية هذه بنفس طريقة الخدمة التطبيقية التي تقدمها الأجهزة نفسها. قمنا بإدراج البدائل والحلول الحالية لتنفيذ دليل لهذه الحلول، وحددنا الـ SLP كخيار صالح.
أو كخيار مناسب. وعلى الجانب الآخر يجب أن يكون الجهاز الذي ينضم إلى الشبكة على دراية بالخدمات المتاحة بالفعل من البنية التحتية، وتعتبر الأساليب الإرشادية مثل WBAD أمثلة جيدة لكيفية القيام بذلك. أخيرا، تثير الاتصالات المتكررة وقطع الاتصالات بالأجهزة في مثل هذه الشبكات ومشكلات الاستقرار. لقد أدرجنا بعض التقنيات، انتخاب القادة وغياب الخادم المخصص. حاليا نحن نكتشف الحلول البديلة بشكل فردي في المستقبل القريب، ونخطط لوضع نموذج أولي لشبكات الأجهزة المستندة إلى IP بالاعتماد على طبقات النقل الغير متجانسة مثل البلوتوث أو 802.11، ودمج العناصر المتنوعة المذكورة أعلى. هنا تعريفات المانيوال اللي هو اليدوي، يجب أن تكون شبكة يدوية بالكامل بواسطة مسؤول بشري. الفريندلي اللي هي شبكة صديقة، توفر شبكة صديقة خادم خاص مخصص للبنية التحتية، وستوفر هذه الخوادم معلومات التكوين. الناتورال اللي هو المحايد، لا تحتوي الشبكة المحايدة على أجهزة متخصصة قادرة على تلبية احتياجات تكوين الأجهزة الأخرى. كل جهاز قادر على النهوض وتكوينه وتشغيله بنفسه. المتطايرة، الشبكة المتقلبة، هي شبكة محايدة يمكن إلحاق كل شيء فيها تلقائيا كإدراج مضيفين جدد ورحيل مضيفين آخرين. في مثل هذه الشبكة يجب أن تدعم جميع الأجهزة. أما الخدمات اللي هي السيرفيس، الخدمات هي التمثيلات مجرد الوظائف التي تنفذها الأجهزة. الخادم أو السيرفر هو جهاز مخصص تشغيل خدمة واحدة أو أكثر. عندما يتم تحجيم الشبكة في أي وقت فإن نقل الخدمة على خادم مخصص يحسن توافر الشبكة واستجابتها، وفي هذه الحالة يصبح الخادم جزءا من البنية التحتية. والسلام عليكم.